قد يصعب ابتكار تصميم جديد لأطقم كرة القدم مع ارتباطك إلى حد ما بألوان الفريق المحددة، لكن مع الاضطرار إلى إنتاج أطقم وقمصان جديدة كل موسم ظهرت العديد من الأطقم الغريبة والتي تكاد تكون مجنونة. شاهدوا أغرب قمصان كرة القدم. فريق زامورا الإسباني 2018، وهو فريق من الدرجة الرابعة في الدوري الإسباني، الزي الذي أنتجته كابا مطبوع عليه الدورة الدموية مع شعار الفريق المستخدم بدلاً من قلب الإنسان، وهي رسالة واضحة جداً بأن الفريق هو القلب والدم، حيث تقول العبارة: الدم ذلك السائل الأحمر الذي ينقل الحياة عبر أجسادنا، والذي يولد ويتدفق من القلب ليغذي عواطفنا ومشاعرنا، ولكن تشعر عندما تراه وكأن الفريق يخرج من كتاب لمادة العلوم. فريق كولورادو كاريبوس الأمريكي 1970، اختار الفريق في عام 1978 أن يلعب بقميص أشبه بملابس رعاة الأبقار، وكان القميص عليه قطعة من الجلد مخيطة عند الصدر وياقة عجيبة وشعار النادي على الجانب الخطأ، بالتأكيد هو أغرب قميص في تاريخ كرة القدم بأمريكا. فريق ميونخ 1860، في عام 2010 قررت الإدارة تصميم قميص بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاماً على تأسيس النادي، فطبعت عليه صور العديد من النجوم التاريخيين ولحظات التتويج، لكن جاءت بشكل بشع وغريب غير جذاب. فريق كولاترال ليونيسا عام 2014، ارتدى الفريق هذه القمصان المستوحاة من البدلة الرسمية لموسم 2014-2015 كاملة بجلب مرسوم على ربطة عنق، وكان هو القميص الثالث الاحتياطي للفريق، وعلى الرغم من الانتقاد الكبير الذي وجه للقميص الذي يبدو فيه اللاعبون كنادلين أو أشخاص يتوجهون لحفلة أحب بعض الناس القميص وأرادوا شراءه، وهو القميص الأكثر مرحاً وغرابة في نفس الوقت. فريق ختافي في موسم 2009-2010 كان الراعي الأساسي الرسمي للفريق بوركر كينغ، وكان الغريب في القميص أنه ذو وجهين، وأن اللاعب عندما يرفع القميص ليغطي رأسه تعبيراً عن فرحة لتسجيل الأهداف كانت تظهر صورة شخصية ممثلة للراعي ملك البرجر بوجه ضاحك. فريق أتلتيك بلباو 2004، الفريق الإسباني في عام 2004 أراد الاحتفال بالمئوية بقميص فني مميز بنفس ألوان الفريق الأبيض والأحمر، ولكن جاء بمظهر غريب وكأنه انسكبت عليه صلصة طماطم،